السلام عليكم. تمكنت فرقة الشرطة القضائية بتنسيق مع نظيرتها بولاية أمن بني ملال يوم 26 و27 أغسطس الجاري بتوقيف سيدة وابنها المكفول والبالغان من عمر 19 و49 سنة للاشتباه في تورطهما في قتل العمد وإخفاء الجثة وطمس معالم الجريمة. وكانت مصالح الأمن بمدينة فقيه بن صالح كانت قد توصلت في غوش الجاري إلى بلاغ لعائلة حول اختفاء سيدة مسنة تبلغ من عمر 63 سنة، وذلك قبل أن تكتشف الأبحاث وتحريات أن الأمر يتعلق بواقعة اختفاء قصري بشبهة إجرامية، خصوصا بعدما تم رصد شريط فيديو يظهر مشتبه فيها وهي تجر حقيبة مشكوك بها تم تسخيرها للجثة. وقد تمكنت إجراءات البحث التقني والميداني من توقيف السيدة المشتبه فيها وابنها، حيث نشرت المعطيات الأولية للبحث أن السبب الرئيسي وراء هذه الجريمة كما جاء على لسان عائلة الضحية أن المسنة كانت قد اكتشفت زنا محارم بين المتهمة وابنها.